بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم معايا على قناه اميره وكروشيه. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحه وسلامه باذن الله. في فيديو النهارده ان شاء الله هننفذ مع بعض مفرش كروشيه بيضاوي، رسمته شكلها حلو جدا وان شاء الله هتلاقيه مع الشرح سهل جدا وبسيط. انا كنت اشتغلت معاكم في فيديو سابق نفس رسمه المفرش بس بشكل مدور، وفي اخوات كتير طلبوه على بيضاوي. لو حبيتي تشتغلي مع المفرش البيضاوي مفرش مدور، فهنزل لك ان شاء الله في صندوق الوصف وفي تعليق مثبت لينك المفرش المدور عشان تلاقيه بسهوله. ده كده شكل المفرش المدور، نفس الرسمه زي ما انت شايف، وده برضه سهل جدا وبسيط. كل تفاصيل المفرش بإذن الله هتلاقيها مكتوبة على الشاشة، نوع الخيط ورقم الإبرة وكل حاجة. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ المفرش. وقبل ما نبدأ ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس، ولو عجبك الشرح اكتبي لي تعليق برأيك في الشرح، واكتبي لي برضو بتتابعيني من أي بلد. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي بعدها 49 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بتكرري كده لحد ما تكمليهم 49 سلسلة. أنا كده كملتهم 49 سلسلة. بعد ما بتكمليهم 49 سلسلة بنشتغل السطر الأول. هتاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي أول أربع سلاسل، 1 2 3 4، جوة خامس سلسلة هتشتغلي عمود بلفة. ده كده أول عمود بلفة معانا، يبقى احنا كده سيبنا أول أربع سلاسل وبدأنا أول عمود بلفة جوة خامس سلسلة. هتاخدي لفة على الإبرة وجوة السلسلة اللي بعدها بتشتغلي عمود بلفة، وبتكرري جوة كل سلسلة بتشتغلي عمود بلفة بنفس الطريقة كده. تدخلي كده على السلسلة وتشتغلي عمود بلف، على السلسلة اللي بعدها تشتغلي عمود بلف. هتكرري كده جوه كل سلسلة تشتغلي عمود بلفة لحد ما توصلي لآخر سلسلة هتشتغلي جواها آخر عمود بلفة، وهنيجي نكمل مع بعض. بعد ما اشتغلتي على كل سلسلة عمود بلفة كده عندنا أربع سلاسل، وبعدهم اشتغلنا 45 عمود بلفة على 45 سلسلة. اخر السطر هتشتغلي اربع سلاسل، 1 2 3 4، وبتدخلي جوه اخر سلسلة تسحبي الخيط كده وتقفلي بمنزلقة. يبقى اخر السطر بنقفل بمنزلقة على اخر سلسلة عندنا اللي اشتغلنا عليها اخر عمود. وبكده السطر الاول كان عندنا فيه اربع سلاسل، 45 عمود اربع سلاسل، والسطر ده هو السطر الوحيد اللي بنشتغله بالطريقة دي. اما باقي السطور اللي جاية هنشتغله في الدائر، يعني السطر هيبقى عبارة عن جنبين، جنب اول وبيتكرر معانا هو بنفس الطريقة في الجنب التاني. السطر التاني بدايته بترتفعي سلسلتين، 1 2، ودول كده بنعتبرهم عمود اشتغلناه على اول سلسلة اللي كنا شغالين عليها اخر عمود. احنا كده بنشتغل في الجزء المستقيم من الجنب الاول، وده عدد الغرز فيه بيبقى ثابت ما بيزيدش، تمام؟ بعد كده هتدخلي على السلسلة اللي اشتغلنا عليها، يعتبر تاني عمود عندنا كده، تمام؟ هتشتغلي عليها تاني عمود. يبقى احنا كده اشتغلنا عمودين على كل عمود، عمود بعتبر ان السلسلتين عمود. على السلسلة اللي بعدها بتدخلي وتشتغلي عمود، يعني هيبقى عندك عمود من الجنب ده وعمود من الجنب ده. هتشتغلي كده على كل سلسلة عمود، وبتبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفليه بالمرة. على كل سلسلة بتشتغلي عمود. هتكرري كده على كل سلسلة بتشتغلي عمود، واخر عمود بتشتغليه على اخر سلسلة اللي عليها العمود. بعد ما اشتغلتي على كل سلسلة عمود كده عندنا 45 عمود بما فيهم ارتفاع السلسلتين. كده وصلنا لنهاية الجزء المستقيم، وهنبدأ في الجزء البيضاوي. هتدخلي كده جوه السلاسل تشتغلي 6 اعمدة، 1 2 3 4 5 6. ده كده الجزء البيضاوي عندنا فيه 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6. واحنا عندنا الجزء المستقيم عدد الغرز ثابت فيه، اما الجزء البيضاوي بيزيد معانا عدد الغرز في كل سطر عشان يدينا الشكل البيضاوي، وكمان عشان المفرش ما يتقوس مني. كده احنا اشتغلنا الجنب الاول، بيتكرر معانا الجنب الاول هو في الجنب التاني، فهتشتغلي على كل عمود عمود. ده كده الجزء المستقيم عدد الغرز فيه هيبقى ثابت، فهنشتغل برضو على 45 عمود
على كل عمود عمود. هتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي لحد اخر عمود، تمام؟ هتشتغلي كده على اخر عمود عمود. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود وصلنا للجزء البيضاوي، هتدخلي جوه السلاسل زي كان بالاول كده، وهتشتغلي 6 أعمدة. 1 2 3 4 5 6. يبقى كده اشتغلنا جوه السلاسل 6 أعمدة زي ما انت شايفة، بيدينا دوران الشكل البيضاوي. وبعد كده بنقفل في اخر السطر على تاني سلسلة من سلسلة ارتفاع. تدخلي كده وتسحبي الخيط وتعدي من على اللفة اللي عليه برافو منفصلك. ده كده شكل السطر التاني. السطر التالت بدايته بترتفع سلسلتين، 1 2 باعتبارهم عمود اشتغلناه على اول عمود اللي هو ارتفاع السلسلتين. بعد كده هنشتغل على كل عمود عمود زي السطر اللي تحت. يبقى هنا الجزء المستقيم، بنشتغل على كل عمود عمود، تمام؟ هتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي لحد اخر عمود اللي هو اشتغلناه على العمود، يعني ما بتشتغليش على اول عمود من الستة، بتشتغلي على اخر عمود في الجزء المستقيم. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود كده وصلنا لنهاية الجزء المستقيم، وهنبدأ في الجزء البيضاوي. على اول عمود من الستة، تمام، هتشتغلي عمودين، 1 2، يعني بنزود على العمود وبنشتغل عليه عمودين. على التاني عمودين، 1 2، على التالت عمودين، 1 2، على الرابع عمودين، 1 2، وعلى الخامس عمودين، وعلى السادس عمودين. يبقى احنا عندنا الجزء البيضاوي كان في السطر اللي تحت عبارة عن 6 أعمدة، هنا عندنا 6 من العمودين، تمام؟ هتعدي كده 1 2 3 4 5 6، عندنا 6 من العمودين. كده خلاص معانا الجنب الأول كان عبارة عن 45 عمود، وهنا 6 من العمودين. هنرجع بقى نكرره في الجنب التاني. فهتشتغلي على كل عمود عمود، هتشتغلي كده على كل عمود عمود تمام لحد ما توصلي لآخر عمود اللي هو قبل العمود السادس، آخر عمود في الجزء المستقيم. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود واخر عمود اشتغلتيه على العمود اللي هو اخر عمود في الجزء المستقيم، هنشتغل على كل عمود من 6 عمودين، يعني بنكرر اللي اشتغلناه في الجنب الاول كده، 1 2، على العمود اللي بعده عمودين، 1 2، على اللي بعده 2، على كل عمود هتشتغلي عمودين لحد ما يبقى عندنا 6 من العمودين. كده بقى عندنا 6 من العمودين زي ما كان عندنا 6 من العمودين في الجنب الاول. بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلسلة الارتفاع، تسحبي الخيط كده وبتعديه من على اللفة اللي عليه. السطر الرابع بدايته هنسيب اول عمود في الجزء المستقيم، فهتدخلي كده بمنزلقة على تاني عمود. يبقى احنا كده سيبنا اول عمود، وهنسيب برضو اخر عمود في الجزء المستقيم مش هنشتغل عليه. هترتفعي سلسلتين ودول بنعتبرهم عمود اشتغلناه على تاني عمود، سيبنا اول عمود من الجزء المستقيم ما اشتغلناش عليه. هتشتغلي على العمود اللي بعده كده تاني عمود وكده تلاتة. فاحنا كده اشتغلنا 3 أعمدة على كل عمود عمود، سلسلتين، 1 2، وهتسيبي تحت عمودين، 1 2، وتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3. دي كده الغرزة اللي هتبقى عندنا في الجزء المستقيم. هتشتغلي سلسلتين وهتسيبي تحت عمودين، 1 2، وتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3، سلسلتين
وبتسيبي عمودين وتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود. عمود، 1 2 3، هتكرري كده بنفس الطريقة سلسلتين، وبتسيبي تحت عمودين وبتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود. عمود، آخر 3 أعمدة هيبقى باقي عندك بعدهم عمود من الجزء المستقيم اللي هو آخر عمود، ده مش هنشتغل عليه. بعد ما اشتغلتي الجزء المستقيم عبارة عن 3 أعمدة سلسلتين وسبتي تحت عمودين واشتغلتي وكررتي كده، بقى عندنا من ال3 أعمدة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين. لما اشتغلتي آخر 3 أعمدة هتلاقي عندك فاضل عمود، العمود ده مش بنشتغل عليه، ما اشتغلناش على أول عمود في الجزء ولا على آخر عمود. كده وصلنا للجزء البيضاوي، هتشتغلي سلسلتين وبتسيبي العمود، وعندنا عمودين هتشتغلي على كل عمود منهم عمود، 1 2 سلسلتين، 1 2 العمودين اللي بعدهم هنشتغل على كل عمود عمود، 1 2. احنا عندنا الجزء في الجزء المستقيم بيتكرر معانا في الجزء البيضاوي بيتكرر معانا 6 مرات، 1 كده نشتغل سلسلتين وبنكرر كده. اشتغلنا مرتين كده 3 على كل عمود عمود، يبقى في الجزء البيضاوي الجزء بيتكرر 6 مرات، والجزء هنا عبارة عن عمودين على كل عمود عمود وبعدهم سلسلتين، عمودين على كل عمود عمود وسلسلتين، عمودين على كل عمود عمود سلسلتين، عمودين على كل عمود عمود وسلسلتين، وهيبدأ الجزء يتكرر معانا اللي هو اللي اشتغلناه في الجنب الأول. فاحنا هنا عندنا من بعد ال3 أعمدة عندنا سلسلتين، وعندنا الجزء البيضاوي الجزء فيه بيتكرر 6 مرات، 1 2 3 4 5 6، والجزء هنا عبارة عن عمودين على كل عمود عمود، وما بين العمودين واللي بعدهم عندنا سلسلتين. كده وصلنا للجنب التاني، هنكرر نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول. فهتسيبي اول عمود ما تشتغليش عليه، كده اشتغلنا السلسلتين، سيبي اول عمود وهتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 سلسلتين، وهتسيبي عمودين وهتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3، وهتكرري كده زي اللي اشتغلناه في الجنب الاول. تمام، هتشتغلي كده، واخر 3 أعمدة هيبقى بعدهم فيه العمود الاخير ده اللي مش بنشتغل عليه. بعد ما اشتغلتي 3 أعمدة سلسلتين بقى برضو هنا عندك 9 من ال3 أعمدة ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين، واخر عمود مش هنشتغل عليه، اخر عمود في الجزء المستقيم، هتشتغلي سلسلتين ونبدأ في الجزء البيضاوي. هتروحي كده تسيبي العمود وتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، سلسلتين عمودين على كل عمود عمود، سلسلتين، وبتكرري كده بتشتغلي لحد ما يبقى عندك 6 من العمودين ما بين كل عمودين واللي بعدهم سلسلتين. بعد ما كررتي واشتغلتي لحد ما بقى عندك 6 من العمودين ما بين كل عمودين واللي بعدهم سلسلتين، بعد السلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. ده كده شكل السطر. السطر الخامس بدايته بترتفع سلسلتين باعتبارهم عمود اشتغلناه على اول عمود، واحنا عندنا الغرزة دي هتبقى ثابتة معانا كده لحد ما احدد لك توصلي لحد فين. تمام، هتبقى عبارة عن 3 أعمدة سلسلتين، وال3 أعمدة بنشتغل على كل عمود عمود وبعدهم سلسلتين يعدوا من فوق السلسلتين، وتروحي على ال3 أعمدة اللي بعدهم تشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، وبعدهم سلسلتين. يبقى انت عندك الغرزة في الجزء المستقيم عبارة عن 3 أعمدة على كل عمود عمود وبعدين سلسلتين، هتشتغلي كده لحد ما توصلي لآخر 3 أعمدة بتشتغلي على كل عمود عمود. كده اشتغلنا الجزء المستقيم اللي كان عبارة عن 3 أعمدة سلسلتين، وصلنا للجزء البيضاوي. الجزء البيضاوي بدايته بتشتغلي سلسلتين، وهنا هيزيد عدد الأعمدة وهيبقوا 3، بنشتغل على أول عمود عمود وبنزود على التاني نشتغل عليه عمودين، 1 2
وسلسلتين، يبقى الجزء هنا من 6 أجزاء، الجزء فيه عبارة عن 3 أعمدة سلسلتين. بتروحي على العمودين اللي بعد كده، تشتغلي على أول عمود عمود وعلى تاني عمودين، يبقى احنا بتزود على تاني عمود سلسلتين، عمود على أول عمود، وتشتغلي على العمود التاني عمودين، 1 2 وسلسلتين. هتكرري كده لحد ما تشتغلي على آخر عمودين 3 أعمدة وبعدهم سلسلتين. كده بقى عندنا 6 من ال3 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين. بتشتغلي بعد كده سلسلتين، وبنبدأ في الجنب التاني، بنكرر نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول، وبدايته هو الجزء المستقيم اللي عبارة عن 3 أعمدة على كل عمود عمود، وبعد ال3 أعمدة سلسلتين، وبتكرري 3 أعمدة على كل عمود عمود، وبعدهم سلسلتين. هتكرري كده لحد ما تشتغلي على آخر 3 أعمدة على كل عمود عمود. كده اشتغلنا الجزء المستقيم لحد ما اشتغلنا آخر 3 أعمدة، وصلنا للجزء البيضاوي. هتشتغلي السلسلتين، وهتشتغلي نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول، 3 أعمدة. بنشتغل على أول عمود عمود، وبنزود على التاني نشتغل عليه عمودين، 1 2 سلسلتين. وبنروح على الجزء اللي بعده، احنا هنا بيبقى عندنا 6 أجزاء، هنروح للجزء اللي بعده ونشتغل على أول عمود عمود وعلى التاني عمودين، 1 2. فكده 6 عدد الأعمدة وبقوا 3، وبعد 3 أعمدة سلسلتين. هتكرري كده لحد ما تشتغلي على سادس عمودين 3 أعمدة وبعدهم سلسلتين. ده كده الشكل بعد ما كررتي. بقى عندنا الجزء مكرر 6 مرات، 1 2 3 4 5 6، والجزء عبارة عن 3 أعمدة ما بين كل 3 أعمدة واللي بعدهم سلسلتين. بعد السلسلتين بتقفلي المنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. تمام، انا هشتغل معاكي السطر ده وانتي هتكرريه بنفس الطريقة. احنا في الجزء المستقيم الغرز ثابته معانا بنفس الطريقه، يعني هيبقى عندك في كل سطر 3 أعمدة على كل عمود عمود، وعندك بعدهم سلسلتين. اما اللي بيختلف معاكي في الجزء البيضاوي، في الجزء البيضاوي بيزيد معاكي في كل سطر عمود بالطريقه اللي احنا اشتغلناها، اللي هو بنزود على اخر عمود. فانا هشتغل معاكي السطر ده وانت بتكرريه بنفس الطريقه لحد ما اقول لك تبقى عندك عدد السطور قد ايه. تمام، فاحنا دلوقتي هنشتغل السطر السادس، بدايته هترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود اشتغلناه على العمود الأول. هتشتغلي بعد كده عمودين على كل عمود عمود، 1 2 سلسلتين، وتروحي تكرري تشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 وسلسلتين. تمام، زي ما انت شايفه الجزء هو كده كده المستقيم ثابت معانا بنفس الطريقه 3 أعمدة سلسلتين. هتشتغلي كده لحد ما تشتغلي على اخر 3 أعمدة. كده وصلنا لنهايه الجزء المستقيم. تمام، اشتغلنا 3 أعمدة سلسلتين بنفس الطريقه. جينا للجزء البيضاوي. الجزء البيضاوي عندنا السلسلتين ثابتين معانا، اللي بيختلف معانا عدد الاعمده في كل سطر، بيزيد عمود في كل جزء. فهنا بعد ما كانوا تحت كانوا 2 بقوا 3، هنا هيبقوا 4. هتشتغلي كده على أول عمودين على كل عمود عمود، وبنزود على آخر عمود اللي هو هنا التالت. في السطر الجاي هتبقي بتزودي على الرابع، اللي بعده هتبقي بتزودي على الخامس، وهكذا. تمام، يبقى احنا كده زودنا على آخر عمود اللي هو التالت. تشتغلي سلسلتين وتروحي على الجزء اللي بعده، بتشتغلي 4 أعمدة على أول عمودين على كل عمود عمود، 1 2 وبنزود على التالت اللي هو الأخير، بنشتغل عليه عمودين، فبيزيد عدد الأعمدة وبيبقوا 4 سلسلتين، عمودين على كل عمود عمود، 1 2 والرابع والتالت هنشتغل عليه عمودين، 1 2 وسلسلتين. هتكرري كده لحد ما يكملوا معاكي 6. هتشتغلي كده على آخر 3 أعمدة 4 أعمدة. بعد ما كملتيهم 6، 1 2 3 4 5 6 6 من ال4 أعمدة ما بين كل 4 واللي بعدهم سلسلتين، بتشتغلي السلسلتين ونبدأ نكرر اللي اشتغلناه في الجنب الأول هو في الجنب التاني. فهتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 سلسلتين، وبتكرري 3 أعمدة على كل عمود عمود لحد ما توصلي لآخر 3 أعمدة في الجزء المستقيم.
بعد ما اشتغلتي الجزء المستقيم ووصلتي لاخر 3 اعمده، اشتغلتي على كل عمود عمود، هنبدا في الجزء البيضاوي. فهتشتغلي بنفس الطريقه اللي اشتغلناها في الجنب الاول، سلسلتين، وهنا عدد الاعمده هيزيد ويبقوا 4، ولما بنزود بنزود على اخر عمود. فهنشتغل على اول عمودين على كل عمود عمود، وبنزود على التالت بنشتغل عليه عمودين، فبيزيد عدد الاعمده ويبقوا 4، سلسلتين، وبتكرري. وهنا الجزء بيتكرر زي ما قلت لك 6 مرات. هتشتغلي على اول عمود عمود، وعلى التاني عمود، وبتزود على التالت بنشتغل عليه عمودين فبيبقوا 4، ولما بتيجي تكرري بتزودي على اخر عمود. تمام، هتشتغلي سلسلتين، وهنا هتكمليهم لحد اخر جزء اللي هو السادس، هتشتغلي 4 اعمده ونيجي نكمل كده. كررناهم بقى عندنا 1 2 3 4 5 6، 6 من ال4 اعمده ما بين كل 4 واللي بعدهم سلسلتين. اخر السطر تشتغلي سلسلتين وبتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع، وده كده شكل السطر. ودلوقتي هتكرري بنفس الطريقة اللي اشتغلناها مع بعض. احنا عندنا السطر الجزء بيتكرر فيه مرتين، مرة في الجنب الاول ومرة في الجنب التاني. الجنب الاول الجزء المستقيم فيه بيبقى عبارة عن 3 اعمدة سلسلتين، ولما بتوصلي للجزء البيضاوي الجزء في كل سطر بيزيد معاكي عمود، ولما بنزود بنزود على اخر عمود، وبترجعي تكرري نفس اللي اشتغلناه هو في الجنب التاني. احنا كده اشتغلنا 3 سطور، 1 2 3، هتكرريهم لحد ما عدد السطور يبقوا 7. هتكرري كده لحد ما يبقى عندك 7 سطور، يعني لحد السطر العاشر، وهنرجع نكمل. انا كده كملتهم 7 سطور من الغرزه. بتعدي كده من اول سطر اشتغلناه كان عباره عن 3 اعمده سلسلتين، هتعدي كده 1 2 3 4 5 6 7، اشتغلنا 7 سطور، يعني الاجمالي عندنا من اول ما بدأنا من اول سطر 10 سطور. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الجزء البيضاوي زاد عدد الأعمدة فيه، وبقى في كل جزء فيه 8 أعمدة سلسلتين. 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني بقى عندنا 6 من ال8 أعمدة بين كل 8 أعمدة واللي بعدهم سلسلتين. ده كده شكل السطر عندي. ودلوقتي هنشتغل في السطر 11. بداية السطر هترتفعي سلسلتين، 1 2، باعتبارهم عمود اشتغلناه على اول عمود، وهتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، على تاني عمود عمود، وعلى التالت عمود. كده اشتغلنا 3 اعمدة على كل عمود عمود. جوه السلسلتين هتشتغلي عمودين، احنا السطر كله هيبقى عبارة عن اعمدة بالطريقة اللي هتشوفيها. تمام، يبقى احنا كده اشتغلنا 3 اعمدة على كل عمود عمود، وجوه السلسلتين عمودين، يعني بنرجعهم زي الاول كده نفس عدد الاعمدة اللي كنا بادئينهم، اللي هم هيبقوا كده 45 عمود. بعد كده بتشتغلي جوه على اول عمود عمود، وعلى التاني عمود، وعلى التالت عمود، وجوه السلسلتين عمودين، 1 2، وهو ده اللي بيتكرر معاكي في الجزء المستقيم. على كل عمود من التلاتة بتشتغلي عمود، 1 2 3، جوه السلسلتين بتشتغلي عمودين، 1 2. فكده السطر هيبقى عبارة عن أعمدة زي ما انت شايفة كده، ده الجزء المستقيم عندنا. بتكرري كده بنفس الطريقة على كل عمود من التلاتة عمود، وجوه السلسلتين عمودين، لحد ما تشتغلي على آخر 3 أعمدة في الجزء المستقيم. بعد ما اشتغلتي بنفس الطريقة ووصلتي انك اشتغلتي على اخر 3 اعمدة على كل عمود عمود، كده وصلنا لنهاية الجزء المستقيم. هنبدأ في الجزء البيضاوي. فبتشتغلي جوه السلسلتين عمودين، 1 2، وبتشتغلي احنا هنا عندنا 8 اعمدة. هتشتغلي على اول عمود عمود، على التاني عمود، على التالت عمود، على الرابع عمود. كده اشتغلنا على اول 4 اعمدة من 8 على كل عمود عمود. اما على العمود الخامس هتزودي وتشتغلي عمودين، 1 2. تمام، بعد كده بيبقى فاضل عندك 3 اعمدة. هتشتغلي على كل عمود منهم عمود، 1 2 3. تمام، يبقى احنا كده زودنا على العمود الخامس. بعد ما كنا بنزود على اخر عمود، هنا زودنا على العمود الخامس، فبعدد الاعمده في الجزء ده كده 9 اعمده. اشتغلنا على اول 4 اعمده على كل عمود عمود، وعلى العمود الخامس عمودين، وعلى 3 اعمده اللي في الاخر اشتغلنا على كل عمود عمود.
جوه السلسلتين بتشتغلي عمودين، يعني في الجزء البيضاوي في الجزء المستقيم بنشتغل جوه السلسلتين عمودين، وكل السلسل كده كل سلسلتين بنشتغل جواهم عمودين. هنبدأ نكرر نفس اللي اشتغلناه، فانا هشتغل معاكي الجزء مرة وانت هتكرريه لحد اخر الجزء البيضاوي. هنشتغل 4 أعمدة على اول 4 أعمدة، على كل عمود عمود كده، 2 3 4 كده، اشتغلنا 4 أعمدة على كل عمود عمود. اما على العمود الخامس بنزود وبنشتغل عليه عمودين، 1 2 بيبقى باقي 3 أعمدة. هتشتغلي على كل عمود منهم عمود، 1 2 3، السطر كله هيمشي معانا أعمدة. في الجزء البيضاوي في الجزء المستقيم اشتغلناه 3 أعمدة على كل عمود عمود، وجوه السلسلتين اشتغلنا عمودين. اما في الجزء البيضاوي بنشتغل على اول 4 أعمدة على كل عمود عمود، وبنزود على الخامس، وبعدين بنشتغل على كل عمود عمود وجوه السلسلتين عمودين. جوه السلسلتين هتشتغلي عمودين، وبتكرري كده بنفس الطريقة لحد ما توصلي لحد الجزء السادس في الجزء البيضاوي. بعد ما كررتي بنفس الطريقة اللي اشتغلناها مع بعض واشتغلتي على الجزء السادس اللي هو اخر جزء في الجزء البيضاوي، هتدخلي جوه السلسلتين وتشتغلي عمودين، 1 2 كده. احنا اشتغلنا الجنب الاول، الجزء المستقيم والجزء البيضاوي، فهنبدأ نكرر نفس اللي اشتغلناه. هتشتغلي على 3 أعمدة على كل عمود عمود، وده كده بداية الجزء المستقيم. يبقى على 3 أعمدة بنشتغل على كل عمود عمود، جوه السلسلتين عمودين، 1 2، وبتكرري بنفس الطريقة لحد ما توصلي لآخر 3 أعمدة في الجزء المستقيم، هتشتغلي على كل عمود عمود. بعد ما اشتغلت وصلت لنهاية الجزء المستقيم، اشتغلت على 3 أعمدة على كل عمود عمود، وصلنا للجزء البيضاوي. هنشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلناها في الجنب الأول، جوه السلسلتين عمودين، 1 2، وعندنا هنا 8 أعمدة. على أول 4 أعمدة بتشتغلي على كل عمود عمود، 1 2 3 4، جوه العمود على العمود الخامس هتشتغلي عمودين، 1 2، كده اشتغلنا 4 أعمدة على كل عمود عمود، وزودنا على الخامس اشتغلنا عليه عمودين. فاضل 3 أعمدة تشتغلي على كل عمود منهم عمود، بنزود على الخامس. هتشتغلي بعد كده عمودين جوه السلسلتين، وبتكرري بنفس الطريقة نفس الجزء اللي اشتغلناه ده، بتكرريه لحد ما توصلي لآخر السطر، وبتشتغلي جوه السلسلتين آخر عمودين معانا في السطر. اخر السطر بعد ما اشتغلتي اخر عمودين جوه السلسلتين، بتقفلي منزلقة على تاني سلسلة. كده السطر كله مشى معانا عبارة عن اعمدة. السطر ال 12 هنشتغله بغرزة مجسم. بداية السطر هترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود، وهتشتغلي على اول عمود وهترتفعي سلسلتين عمود. كده احنا اشتغلنا عمودين على كل عمود عمود. هتاخدي لفة على الابرة وهتدخلي على اخر عمود في السطر اللي تحت، تدخلي كده بالابرة وتسحبي الخيط، وبتاخدي التلات لفات مع بعض بسحبة واحدة. دي كده غرزة مجسمة والعمود فيها ميل زي ما انت شايفة كده. بعد كده بتاخدي لفة على الابرة وبتسيبي عمود، وبتشتغلي عمودين على كل عمود عمود. هتسيبي كده عمود وتشتغلي عمودين، عمود على اول عمود قبلك وعمود على العمود اللي بعده. تاخدي لفة على الإبرة، وعلى العمود اللي سبتيه بتدخلي كده بالإبرة وتسحبي الخيط، بيبقى عندك 3 لفات. بتاخدي 3 لفات مع بعض بسحبة واحدة. تاخدي لفة على الإبرة وهتسيبي عمود وتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، 1 2، تمام. بعد العمودين بنرجع تاني نشتغل على العمود اللي سبناه، فبتاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط، يبقى عندك 3 لفات بتاخديهم مع بعض بسحبة واحدة. الغرزة مجسمة زي ما انت شايفة كده. بنكرر بنفس الطريقة، بنسيب عمود ونشتغل عمودين على كل عمود عمود. تاخدي لفة على الابرة والعمود اللي سبتيه بتدخلي وتسحبي اللفة، وبعدين بتاخدي اللفات التلاتة مع بعض، تسيبي عمود وتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، 1 2.
اتنين. ترجعي العمود اللي سبتيه، تدخلي كده بالإبرة وتسحبي اللفة وتاخدي التلات لفات مع بعض. تمام، يبقى هي الغرزة سهلة زي ما انت شايفة اهو. بنسيب عمود وبنشتغل عمودين على كل عمود، عمود واحد اتنين، ونرجع على العمود اللي سبناه، ندخل بالإبرة كده ونسحب الخيط وناخد التلات لفات مع بعض. تمام، هي دي الغرزة اللي بنشتغلها في الجزء المستقيم. بتكرريها كده بنفس الطريقة لحد ما تشتغلي آخر غرزة، هيبقى آخرها على أول عمود بعد التلات أعمدة اللي كانوا في الجزء المستقيم. هتشتغلي كده وحاجة كمل معي. بعد ما كررتي وآخر غرزة اشتغلتيها كان العمود الأخير فيها على أول عمود جوه السلسلتين. تمام، هتشتغلي نفس الغرزة، هتسيبي عمود وتشتغلي عمودين على كل عمود، عمود واحد اتنين، وجوه العمود اللي سبتيه بتدخلي الابره وتسحبي الخيط وبتاخدي التلات لفات مع بعض. احنا كده في الجزء المستقيم بقى عندنا واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر. الغرزه متكرره عندنا 16 مره، وهنيجي في اخر السطر نشتغل اخر غرزه، فالجزء المستقيم عندنا هيبقى عباره عن 17 غرزه. هنبدا دلوقتي في الجزء البيضاوي. الجزء البيضاوي بعد الغرزه بتشتغلي سلسله، تاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي عمود، وبنشتغل نفس الغرزة عمودين على كل عمود، عمود واحد اتنين، وبنرجع تاني على العمود اللي سبناه، نسحب اللفة وناخد التلات لفات مع بعض. بعد الغرزة بتشتغلي سلسلة وتسيبي عمود وتشتغلي عمودين على كل عمود، عمود واحد اتنين، نرجع تاني على العمود اللي سبناه، ندخل الإبرة ونسحب اللفة وناخد التلات لفات مع بعض. وبعد الغرزة بتشتغلي سلسلة، يعني الفرق ما بين الجزء البيضاوي والجزء المستقيم هي نفس الغرزة، بس الفرق ما بين الغرزة والغرزة في الجزء البيضاوي بيبقى فيه سلسلة. بعد كده بتسيبي عمود وبتكرري عمودين على كل عمود، عمود، وبتدخلي كده على عمود تسحبي اللفة وتاخدي اللفات سلسلة، تسيبي عمود وتشتغلي الغرزة بنفس الطريقة اللي اشتغلناها من أول السطر. بعد الغرزة سلسلة، هو ده اللي بيتكرر معاكي في الجزء البيضاوي. بتسيبي عمود وتشتغلي عمودين على كل عمود، عمود، وترجعي على العمود اللي سبتيه، تسحبي اللفة وتاخدي التلات لفات مع بعض. وبعد ما بتشتغلي الغرزة بتشتغلي سلسلة، هتكرري كده بتشتغلي الغرزة وبتشتغلي بعدها سلسلة. وآخر غرزة هتشتغليها، احنا هنا عندنا في الجزء السادس عندنا في عمودين، هيبقى اخر عمود هتشتغليه على اول عمود بعد العمودين. تمام، يعني اخر غرزة هتشتغليها هيبقى نهايتها على اول عمود بعد العمودين. هتشتغلي كده ونيجي نكمل مع بعض. بعد ما اشتغلتي وصلتي ان اخر غرزة اشتغلتيها على العمود اللي بعد العمودين. تمام، احنا هنا عندنا في الجزء البيضاوي 20 من الغرزة. تمام، هنعد كده عشان تتأكدي برضه وتبقي ايه مراجعة شغلك. كده كنا اخر غرزة اشتغلناها في الجزء المستقيم واشتغلنا بعدها سلسلة. عندنا كده من بعد السلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين. عشرين من الغرزة ما بين كل غرزة واللي بعدها سلسلة. قبل اول غرزة هيبقى عندك سلسلة، وبعد اخر غرزة برضو في سلسلة. بعد اخر غرزه في الجزء البيضاوي بتشتغلي سلسله، ونبدا في الجزء المستقيم. هتسيبي عمود وتشتغلي عمودين على كل عمود، عمود واحد اتنين، وعلى العمود اللي سبتيه بتدخلي كده وتسحبي اللفه وتشتغلي العمود المائل. تمام، بعد كده هنا بقى مفيش فرق سلاسل خلاص، احنا كده وصلنا للجزء المستقيم زي ما بدانا كده في اول السطر، ما كانش فيه فرق سلسله ما بين الجزء ما بين الغرزه واللي بعدها. فهتاخدي اللفه على الابره وتسيبي عمود وتروحي على العمود اللي بعده على طول كده، تشتغلي الغرزه. تمام، يبقى هنا خلاص الغرزه مفيش فرق سلسله، تاخدي لفه على الابره وتسيبي عمود وتشتغلي الغرزه عمودين على كل عمود، عمود، وبتاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي بتروحي على العمود اللي سبتيه، تشتغلي جواه عمود. يبقى كده الجزء المستقيم مفيش فرق سلاسل. من أول الغرزة اللي اشتغلناها كده هتشتغلي لحد ما يبقى الغرزة مكررة عندك 17 مرة. يبقى من بعد السلسلة هتشتغلي كده لحد ما الغرزة تبقى عندك 17 مرة، وده كده هيبقى نهاية الجزء المستقيم، ونيجي نشتغل في الجزء البيضاوي. انا كده اشتغلت لحد ما الغرزة اتكررت معايا 17 مرة.
هتعدي كده من اول غرزة بعد السلسلة، تمام؟ دي كده اول غرزة بعد السلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. عندنا كده في الجزء المستقيم الغرزة متكررة 17 مرة ومفيش فرق سلاسل ما بين الغرزة واللي بعدها. وصلنا للجزء البيضاوي، قبل اول غرزة بيبقى فيه سلسلة. هتشتغلي الغرزة، بتسيبي عمود وتشتغلي عمودين على كل عمود، عمود واحد اتنين، وتدخلي على العمود اللي سبناه تسحبي اللفة وتاخدي التلات لفات مع بعض، وبعد الغرزة سلسلة. يبقى الجزء البيضاوي عندك فرق سلسلة ما بين الغرزة واللي بعدها، تسيبي عمود وتشتغلي عمودين، واحد اتنين، تاخدي لفة على الإبرة وتسحبي اللفة وتاخدي اللفات مع بعض، وبعد الغرزة سلسلة، تمام؟ نسيب عمود ونشتغل عمودين على كل عمود، عمود واحد اتنين، ترجعي على العمود اللي سبتيه تسحبي اللفة وتاخدي اللفات مع بعض، وبعد الغرزة بتشتغلي سلسلة، تمام؟ من بعد أول سلسلة، من بعد السلسلة اللي اشتغلناها هتشتغلي كده لحد ما الغرزة تتكرر معاكي 20 مرة زي ما اتكررت معانا في الجنب الأول، ما بين كل غرزة واللي بعدها في سلسلة. يبقى هتشتغلي كده لحد ما يبقى عندك 20 من الغرزة ما بين كل غرزة واللي بعدها سلسلة، وهنيجي نكمل. انا كده اشتغلت لحد ما كملتهم في الجزء، في الجزء البيضاوي 20 غرزة. هنعد كده من اول بعد السلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. الغرزة اتكررت معانا 20 مرة، قبلها كان في سلسلة وما بين كل غرزة واللي بعدها سلسلة، زي ما كان قبل الغرزة الاولى من ال20 في سلسلة، بعد الغرزة ال20 في سلسلة. وبعد كده هنشتغل الغرزة اللي هي هتبقى أول غرزة في الجزء المستقيم اللي هتكملهم 17. هتشتغلي على أول، هتسيبي أول عمود وتشتغلي على العمود التاني عمود، وعلى التالت عمود. احنا كده فاضلنا في آخر السطر 3 أعمدة، تمام؟ سيبنا أول عمود واشتغلنا على عمودين على كل عمود، عمود هنرجع تاني ونشتغل على العمود، نسحب اللفة وناخد اللفات مع بعض. هنا بقى مفيش فرق سلسلة ما بين الغرزة واللي بعدها، عشان دي اخر غرزة اللي هي كانت اول غرزة تعتبر معانا في الجزء المستقيم. هتسحبي كده تدخلي على تاني سلسلة وتسحبي اللفة وتقفلي بمنزلقة. كده كملوا معانا في الجزء المستقيم 17 غرزة. ده شكل السطر معي. السطر 13 بدايته هتدخلي بمنزلقة على تاني عمود اللي هو اول عمود بعد السلسلتين، تدخلي كده وتسحبي الخيط وبتعدي من على اللفة اللي عليها. كده هنبدأ الشغل من على تاني عمود، هترتفعي سلسلتين وهتشتغلي على العمود عمود. احنا عندنا الغرزة عبارة عن 3 أعمدة، هنسيب اول عمود منها ونشتغل على العمودين التاني والتالت. كده هنشتغل على تالت عمود وهنرجع تاني على العمود اللي هو هنا بقى ارتفاع السلسلتين، فهتدخلي جوه تاني سلسلة وتسحبي الخيط وتاخدي اللفات التلاتة مع بعض. احنا هنشتغل فوق الغرزة نفس الغرزة، تمام؟ بعد كده هنشتغل في الغرزة اللي بعدها، هتسيبي اول عمود وتشتغلي عمودين، عمود على التاني وعمود على التالت، وترجعي على العمود اللي سبتيه تسحبي اللفة وتاخدي التلات لفات مع بعض. نفس الغرزة اللي في السطر اللي تحت، بس المكان بس هو اللي اتغير، تمام؟ بنسيب اول عمود من التلاتة ونشتغل عمودين على كل عمود، عمود يعني تحت كنا بنشتغل على اعمدة، اما هنا هنشتغلها على الغرزة، فهيبقى شكلها بالطريقة دي. بعد كده بترجعي على العمود اللي سبتيه تسحبي اللفه وتاخدي التلات لفات مع بعض، مفيش فرق سلاسل ما بين الغرزه واللي بعدها. تسيبي عمود وتشتغلي على العمودين التاني والتالت على كل عمود، عمود ترجعي تاني على العمود اللي سبتيه تسحبي اللفه وتاخدي التلات لفات مع بعض، وبتكرري اللي هتكرريه هو اللي انا هشتغله معاكي. بتسيبي اول عمود وبتشتغلي على العمود التاني عمود وعلى التالت عمود، وترجعي على العمود اللي سبتيه تسحبي اللفه وتاخدي اللفات مع بعض، تمام؟ الغرزه بقت فوق الغرزه بالشكل اللي انت شايفه ده. هتكرري كده لحد ما يبقى عندك 16 غرزه، يعني هتشتغلي على اخر غرزه اللي هي قبل السلسله، تمام؟ انا كده اشتغلت على كل غرزه غرزه، فكده بقى عندي 16 غرزه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 غرزه ومفيش فرق سلسله ما بين الغرز. كده هنشتغل في الجزء البيضاوي، بدايته بنشتغل سلسلة، يعني نفس السطر اللي تحت السلسلة، هتعدي من فوق السلسلة وبتسيبي أول عمود
وتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، يعني برضو السطر هيمشي معاكي. الغرز ما فيش فرق سلاسل في الجزء المستقيم وفي في الجزء البيضاوي ما بين كل غرزة واللي بعدها سلسلة. سلسلة تشتغلي على الغرزة اللي بعدها. لما بنشتغل على الغرزة بنسيب برضو أول عمود من الغرزة اللي هم عبارة عن 3 أعمدة، بنسيب أول عمود ونشتغل عمودين على كل عمود عمود، وندخل على العمود اللي سبناه نسحب اللفة وناخد ال3 لفات مع بعض، وبعد كده بتشتغلي سلسلة. تمام، هتشتغلي كده بنفس الطريقة، بتسيبي أول عمود من الغرزة وتشتغلي عمودين وترجعي تشتغلي العمود على العمود اللي سبناه وبعده سلسلة، يعني ما بين كل غرزة واللي بعدها سلسلة لحد ما توصلي إن يبقى عندك 20 من الغرزة. تمام، هتوصلي كده لحد ما يبقى عندك 20 من الغرزة وهنيجي نكمل كده. أنا كملتهم 20 من الغرزة من بعد السلسلة اللي اشتغلناها بعد الجزء المستقيم، عندنا 20 غرزة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ما بين كل غرزة واللي بعدها سلسلة. زي ما كان في قبل أول غرزة في الجزء البيضاوي سلسلة، بيبقى برضو بعد آخر غرزة في سلسلة. تمام، أنا شغالة معاكي كده الجزء ده، يعني شغاله معاكي خطوه بخطوه عشان ما تتلخبطيش. انا كنت ممكن اقول لك امشي فوق السلسله بسلسله وفوق الغرزه بغرزه، بس برضه عشان لو معانا اخت مبتدئه تبقى ايه، تبقى ماشيه كده بسهوله. تمام كده، احنا كده هنبدا التكرار. فالتكرار هيبقى عندنا فيه 16 غرزه 17 غرزه 17 17 جنب بعض ومفيش فرق سلاسل. بعد السلسله هتشتغلي على تاني عمود عمود وعلى التالت عمود، وبتدخلي على العمود اللي سبتيه تسحبي الخيط. تمام، وتقفلي على ال3 لفات، وبتكرري من غير فرق سلاسل في الجزء المستقيم. بتسيبي اول عمود وتشتغلي عمودين 1 2 على كل عمود عمود، وتدخلي على العمود اللي سبتيه تسحبي اللفه وتاخدي اللفات، وتكرري. بتسيبي اول عمود وتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، وتروحي على العمود اللي سبتيه تسحبي اللفه وتاخدي اللفات مع بعض، يعني الغرزة بتبقى فوق الغرزة بالشكل ده. هتكرري كده لحد ما الغرزة تتكرر معاكي 17 مرة، يعني اخر غرزة هتشتغليها هيبقى قبل السلسلة، قبل الغرزة اللي بعدها سلسلة. تمام، انا كده اشتغلت لحد ما كملتهم 17 من الغرزة. هتعدي كده من بعد السلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17، اخر غرزة اشتغلناها على الغرزة اللي قبل السلسلة. تمام، بعد كده هيبدأ معانا الجزء البيضاوي. فهتشتغلي في الأول سلسلة، وهتسيبي العمود وتشتغلي على تاني عمود عمود وعلى التالت عمود، وترجعي على العمود اللي سبناه تسحبي اللفة وتاخدي اللفات مع بعض. بعد الغرزة سلسلة، يبقى في الجزء البيضاوي بعد الغرزة سلسلة زي ما اشتغلنا في الجنب الأول وزي ما اشتغلنا في السطر اللي تحت. هتسيبي أول عمود، يعني بتسيبي السلسلة وأول عمود، وتشتغلي عمودين عمود على التاني وعمود على التالت. السلسلة بتبقى فوق السلسلة، ترجعي تاني على العمود اللي سبناه تسحبي اللفة وتاخدي اللفات مع بعض، وتشتغلي سلسلة، تسيبي عمود وتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، على التاني عمود وعلى التالت عمود، ترجعي على العمود اللي سبناه تسحبي اللفة وتاخدي اللفات مع بعض، وتشتغلي سلسلة. تمام، هتكرري كده لحد ما يبقى عندك الغرزة من بعد السلسلة متكررة 20 مرة. بعد ما كررتي واشتغلتي وكملتيهم 20 من الغرزة ما بين كل غرزة واللي بعدها سلسلة، بعد الغرزة رقم 20 بتشتغلي سلسلة. وجينا وصلنا للغرزة الأخيرة اللي هي تعتبر أول غرزة في الجزء المستقيم. فهتسيبي العمود وهتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، 1 2، وتاخدي لفة على الإبرة وترجعي على العمود اللي سبتيه تسحبي اللفة وتاخدي اللفات مع بعض، وبتقفلي السطر على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع، تقفلي بمنسلقة. ده كده شكل السطر ال13، اشتغلنا من الغرزة المجسمة سطرين زي ما انت شايفة، وده كده الشكل عندك. انا كده خلصت معاكي الجزء الاول من المفرش، وان شاء الله هنشتغل مع بعض الجزء التاني قريب جدا، هنكمل فيه باقي المفرش كله، ويبقى كده انتهى معانا بانتهاء الجزء التاني باذن الله. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.